شكرا للأساتذة أعضاء لجنة التحكيم وشكرا للمتسابقة رقم 8 سكتو متسيمالي والهم أطفال. الآن مع المتسابق رقم 14 العبقري والشغالي. نأسف لهذا الفراغ اللي هو نتيجة لتغيب المتسابق رقم 14 العبقري والشغالي، ونواصلوا مع بقية المتسابقين والمتسابقة رقم 19 الزهرة متسيمالي والهم أطفال. زهرة مساء الخير. مساء النور. شكرا. زهرة بدون موسيقى شليه تغني؟ أي المقامات اخترتي؟ اخترت مقام تحزن بيا عنه ما فاتش. نرجو لك التوفيق إن شاء الله. أمين. لا تنكح لئيمة على حسنها إذا الدم يبقى والمحاسين تذبوا، إذا الدم يبقى والمحاسن يا 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 تذبوا، فالدم يبقى والمحاسن تذبوا، فالدم يبقى والمحاسن يا زهرة. مهنئينك بالوصول لهذه المرحلة النهائية وبأدائك المتميز، وقايل لك عن رقدت الليلة زين، انك نهولتينا بالفعل. البيت رقدت في الكحال متميز جدا. شكرا. وقايل لك عنك لا تتم قاع وتوفي تقنع لمبال، اللي تقولي ما يقدر ينقال لمبال. مهنئك من جديد بوصولك لهاي المرحلة ومتمنيك التوفيق إن شاء الله. آمين إن شاء الله. زهرة شحالك؟ ما شاء الله. أنا لا أقول لك عني بقدر النظر عن اللي يخلق مازال أذني ملانين من الزاي. وعنك تحديتيني بدل قلتي لعبتك أنت تعبانة ما تليتي. شكرا. تتميزي بشخصية متينة كفنانة، وحسك زين على برم، زين برمك على عاتنا ومكرسع. أتمنى لك التوفيق وشكرا. زهرة شحالك؟ ما شاء الله. هذا اللي قلتي أنا بعد ما فيهاش إني زينه، يلي من ساعة استنتعتي المسابقة أنت تنهولينا وتقولي شي زين. شكرا. الكان خاصنا لا نخرصو حسك زين تعلم بال حقيقة عنه ماشي مع هذا منقر اللي عدتي تخيلتي في أخلاقك، ولينا هو أننا نحن آخرين وعشنا جو ذا البيت اللي قلتي اللي زاد هو أصيل و وفيه الشعر فيه معنى الحكمة. ومهنئك حتى في البداية على وصولك لهذا الشوط النهائي اللي كنت مسيطر عليه إلين لو وقفت على منصته. أتمنى لك التوفيق.